أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بقطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيداً و66 مصاباً خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 39,653 شهيداً و91,535 مصاباً منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي. أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن استمرار حرب الإبادة والتدمير والتجويع في قطاع غزة مترافقاً مع عمليات القتل واقتحام المدن والمخيمات في الضفة الغربية تتحمل مسؤوليته الإدارة الأمريكية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، مضيفاً أن هذه السياسة الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني أدخلت المنطقة في مرحلة جديدة خطرة ستكون تداعياتها وأثارها أكثر خطورة على المنطقة والعالم. أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القصف والأعمال العدائية الإسرائيلية المتواصلة يستمران في قتل الفلسطينيين وإصابتهم وتشريدهم، فضلاً عن إلحاق الضرر بالبنية التحتية التي يعتمدون عليها وتدميرها. وأضاف المكتب أنه خلال 48 ساعة الماضية فقط تم الإبلاغ عن ضرب 3 مدارس تأوي نازحين في مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع 10 الضحايا. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري، وذلك من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين قاطن القرى المستهدفة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تنفيذ نحو 22,800 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية في 20 محافظة يستفيد منها قرابة 18 مليون مواطن. كشف وزير المالية أحمد كوجك أن 2527 مستثمراً استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو 80 مليار جنيه، وتحملت الخزانة فارق أسعار الفائدة. وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض نتائج الأداء المالي لعام 2023-2024 إلى العمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير. أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال مؤتمر صحفي أن عدد الطلاب الناجحين بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 بلغ 590,000 طالب بنسبة نجاح 81.3% من إجمالي المتقدمين للامتحانات، والبالغ عددهم 729,000 طالب وطالبة.